صباح العسل والسكر والهنا على احلى سيد رجاله في الدنيا كلها. تسلم ايديك يا ست الكل، يا احلى معلمه فيك يا مصر. ده انت اللي احلى راجل في الدنيا كلها. ده مين اللي جاي متصربع على الصبح كده؟ ليه المنيله على عينها وزعتها بالليل عشان تطب عليا الصبح. حربي هنا يا معلمه. ايه يا واد يا بركه، ايه اللي جابك على الصبح كده؟ ايه يا بركه؟ الحق يا حربي، ابرز ابرز، انت قتلني يا حربي. قتل يا خرابي يا لهوي، ما كانش يومك يا اخويا. وايه اللي حصل؟ الراجل كبير يا اخويا. دول ولاد الكلب. فكرك هو في حد غيره يا حربي؟ اكرم بيك. ازي الصحة؟ ايه الاخبار؟ احنا خدنا اقوال كل اهل المنطقة والمحاضر مع الملازم رؤوف لو تحب تشوفه. المهم وصلتوا لحاجة؟ محدش شاف حاجة. الجريمة حصلت وش الفجر والناس كلها كانت نايمة. يعني محدش اتهم حد؟ مفيش أي مشتبه؟ لا. طيب أنا عايزك تجيب لي كل قرايبه وكل اللي كان بيتعامل معاهم. أنا هحقق معاهم وآخد أقوالهم بنفسي. اتفضل معايا يا سعد. وسع يا جدع، وسع يا جدع، وسع منك له. هو ايه اللي حصل؟ ام رزق اتقتل. اتقتل؟ اه، ابن حلال ويستاهل. وبالي الباقي زين. زين استنى يا زين. يا زين بتدور على ايه؟ بتدور على ايه يا جدع؟ ما ترد. ايه في ايه؟ فين المسدس؟ خبيته فين؟ انت عايزه في ايه زين؟ وانت مال اهلك؟ خبيته فين؟ لا زين، مسدسات لا. انت اللي بتقول كده يا حربي؟ ده انت علمت في وشه عشان ضرب امك. المره دي قتل عم رزق يا حربي وبيهدد لك كلنا بالقتل. انا مش هسيبه يا حربي ومش راجع من عنده لما اخلص عليه. اوعى من سكتي يا حربي. لا يا زين، ابوس ايدك بلاش، ابوس ايدك. اوعى من سكتي، انت راخر لا اخلص عليه. اسمع كلام بركه يا زين. ابن حربي مش هسيبك الا ما تسيب المسدس. بقول لك سيبني يا حربي. اللي هيقعد في سكتي انا هخلص عليه يا حربي. حصلت يا زين، حصلت. ترفع السلاح على بعض. قتل المسدس يا زين. لو قتلت قبضايا يا زين هتروح في 60 داهية وتدخل السجن. ده اللي انت عايزه؟ تروح في داهية؟ هات المسدس يا زين، هات. ودم عم رزق هنسيبه يروح قطر؟ هنسيب قبضايا تتيح فينا وخلص علينا واحد ورا تاني يا حربي؟ محدش قال كده يا زين. قبضايا هيدفع الثمن وغالي قوي، بس مش بالطريقه دي. امال ازاي يا حربي؟ قول لي انت ازاي؟ بالهداوه، بالعقل. هنستخدم ده مش ده. هات المسدس يا زين، هات.
اتغيرت يا حربي. السجن غير فيك حاجات كتير قوي يا صاحبي. وعلمني حاجات اكتر. وحلفت مع التبو تاني طول ما انا عايش. لا انا ولا اي حد من اللي بحبهم. وانا بحبك يا زين. بحبك قوي. انت اخويا وصاحبي وشريك عمري. مش عايزك تتبادل وتشوف اللي انا شفته يا جدع. بس وغلاوتك عندي يا زين ورحمة عم رزق ما يعدي بيها. بس بالعقل يا صاحبي بالعقل. ماشي يا حربي. يعني قلتوا نتقابل النهارده عشان هنشوف نعمل ايه في الورطه المهببه دي؟ من ساعه ما جيتوا محدش فتح بقه بكلمه، ايه الحكايه؟ على العموم هو مش هيتاخر اكتر من كده. هو مين اللي مش هيتاخر اكتر من كده؟ زمانته على وصول يا رشوان، زمانته على وصول. ما تقلقش. هو ايه اللي زمانته على وصول؟ ما تقلقش. هو مين اللي جاي؟ مساء الخير يا بابا. اهلا 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 يا باشا. سعادتك اتفضل. اهلا وسهلا. انا اسف ان جيت لكم في ظروف مش مناسبه، لكن ما باليد حيله. هو حضرتك عرفت؟ مفيش حاجه بتستخبى يا رشوان. ومين اللي قال لي سعادتك؟ مش مهم مين اللي قال لي. المهم دلوقتي الباشا بيسأل البضاعة دي هترجع دلوقتي ازاي؟ هنلاقيها هنلاقيها بإذن الله ما تقلقش. هتلاقيها ازاي يا رشوان؟ ايه؟ هتبري السلم؟ ولا في قصدك بمخازنك؟ ما تنقطنا بسكاتك يا عنتر ولا أنت بقع على الفاضي؟ تتخانق قدامي ولا إيه؟ يا بوات تظهر مش مقدرين الموقف اللي أنتوا فيه. تشتغلوا مع راجل ما يحبش الغلط ولا التهريج في شغله. احنا طول عمرنا عدل بيه شغالين مع الباشا الكبير ويعني فاهمين وفهمنا. معلش يعني الحكايه دي اول مره في شغلتنا دي يا عزام. ما فيش حاجه اسمها اول مره. اول مره هي اخر مره، والمره الواحده بيطير فيها رقاب. بلاش حكايه الرقاب دي يا عدل بيه، احنا مش حامل الكلام ده. يبقى تلموا الدور بقى وتخلصونا بسرعة من الحكاية الخايبة دي قبل العملية ما تكبر وتعمل لنا قلق. طيب حضرتك تقترح ايه عدل بيه؟ البضاعة اللي راحت دي قيمتها 25 مليون، وأنا شايف إن مفيش حل قدامكم غير واحد من اتنين. البضاعة دي ترجع وتتوزع في مكانها، يا الفلوس ال 25 مليون تمن البضاعة تتحط في حساب الباشا فورا، وإلا الباشا هيزعل. وانتوا عارفين طبعا زعل الباشا لما يزعل ممكن يعمل ايه. ايوه عدل بيه، بس يعني 25 مليون ده مبلغ كبير قوي. مبلغ كبير جو جو يا عدل بيه، احنا مش كده يعني. ده اطموست يعني. اطموست ولا قطع الرقبه يا رشوان؟ اسيبكم بقى وقت تدبروا حالكم. ما تنسوش ها؟ معاكم لاخر الاسبوع عشان تشوفوا لنا حل في المشكله اللي وقعتونا فيها دي. يا البضاعه ترجع يا تمنها. اشوف وشكم بخير. مع السلامه عدل. انت اللي بلغت عدل بيه عزام؟ اه طبعا انا اللي بلغته. ما انا لو ما كنتش بلغته والباشا عارف الخبر من بره ما كانش يرحمنا. مهم هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ شكل العمليه كان مترتب لها، مترتب لها كويس قوي، واكيد اللي عملها كان مراقبنا وبقاله مده طويله. ومين بقى اللي كان مراقبنا وبقاله مده طويله؟ رد السؤال ده يا رشوان.
عندك انت. تقصد ايه يا عنتر؟ العربية دي عربيتك انت، والبضاعة اللي فيها كانت مخزنك انت، يبقى اكيد اللي عمل الحكاية دي يقصدك انت. نعم يا اخويا. ايه عاوز تشيلني الشلة دي كلها لوحدي؟ عايز تبيعني للباشا وتخرج انت منها زي الشعرة من العجين؟ لا يا حبيبي، اللي عمل العملة دي يقصدنا احنا التلاتة مش انا لوحدي. يا رشوان، عنتر عنده حق، اللي خد العربية ما كانش يعرف فيها ايه، احنا التلاتة بس ورجالتنا نعرف موضوع البضاعة، يبقى اكيد اللي سرق العربية عشان قصدك انت، وانت بالذات. لا يا سي عزام، مش رشوان ابو الدهب اللي اتاخد كبش فيه ده لحد، لا، الشيلة شيلتنا احنا التلاتة، مش شيلت انا لوحدي. بتفهم يا اخي؟ بتفهم عزام بيقول لك ايه؟ تفهم ايه يا زفة ايه؟ اسمع، انا لا هفية ولا عظمة طرية ولا مختوم على قفايا. ايوه انا بقول لك اهو، انا لو ضعت هنضيع احنا كلنا مع بعض. يا بني ادم افهم بقى، محدش عايز يشيلك حاجه، احنا كل اللي عايزينه منك انك تقعد كده وتهدى وتفكر علشان تعرف مين اللي بيحفر لك، مين اللي عايز يأذيك. افهم افهم يا رشوان افهم، انت مشاكلك كتير في السوق ومع ناس كتيره، يبقى عامل الموال ده يقصدك انت يا اخي. علشان نخلص من الحكايه دي يا رشوان لازم نعرف مين اللي سرق العربية ونرجعها في أسرع وقت، يا إما كده يا إما هنروح كلنا في 60 داهية. ماشي يا سي عزام، هفكر وأشوف، بس قبل ما أفكر وأشوف فكروا أنتوا برضو وشوفوا، جايز يكون اللي عمل العملة دي مش قصدني أنا، جايز يكون قصد أي حد تاني فيكم مش أنا لوحدي. حاضر يا سي رشوان، هنفكر، بس المهم اللي مننا يوصل لحاجة يبلغ الباقيين وما يتصرفش من دماغه، علشان مش محتاجين ولا ناقصين الحكاية تتنيل أكتر ما هي متنيلة. ماشي يا عزام. ماشي يا سي رشوان، يلا بينا يا عنتر. سلام يا رشوان بيه. سلام يا سي عنتر. ايه ساعة قبل ما ترد؟ شوف لي فين